موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت سواء على البلاي ستيشن اكس بوكس ستيم ايبك جيمز يوفر لك كل طرق الدفع رابط الموقع في الدسكربشن والموقع معرب بالكامل لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال السلام عليكم مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك اشتركوا في القناه كنتم مشتركين ولا تنسون كود الايتم شوب اللي ما حد يحطه يعني كود في اس ال جدا سهل اول ثلاث حروف من كل حساباتي تبعني على سناب سناب طالع قدامك في الشاشه بعد يعني وكل شيء ايام اللي راحت كنت خلص اختبارات لكن أنت ما انزل مقاطع كثير ما انزل الا ثلاث في الاسبوع فاعتذر على هذا الشيء لكن باذن الله اذا شفتوا هذا المقطع فاعرفوا ان المقاطع اليوميه رجعت الى ما ترجع الدراسه عاد نشوف بعدها نبغى نوصل مليون بدايه سنه 2021 يعني اول ثلاث شهور اول شهرين هو صعبه والله صعبه بس نقدر نقدر فاشتركوا واشتركوا القناه في كل مكان احنا احنا نستطيع مثل ما جبنا 700 الف نهايه سنه 2020 نقدر نجيب مليون في بدايه سنه 2021 انا ما ادري ليش قلت كذا بس يعطيكم العافيه خلونا نبدا في المقطع اوكي رجعنا لكم الحين الحين نلعب ما بات تدريب وما بات خلينا يعني محترفين شوي يعني يعني على وانا مابات لكن للحين ما احترفت بس المابات هي السبب الرئيسي ان لعبك يصير حلو زي زي فورتنايت لما تلعب كريتيف في 1 بلد فايت شيء زي كذا هذه الاشياء تخليك تتدرب على الايم على البنايه على شيء زي كذا وقت ليج تدربك على الطيران تدربك على اللعب الاساسي راح ندخل بسم الله الورك شوب وانا ضفت مابات كثير فان شاء الله نقدر نسوي شيء كويس باذن الله هنا في ماب ليجو ممكن اجربه بعد شوي فنبدا بالمابات اللي هذه اللي تحت حقت تدريب الايم وزي كذا اوه هذا شلون هذه هذا وش اوكي يحط الكره هنا خلينا نشوف وين ديم الموب لو بس في اثنين طيب كيف خلي الكرة تمشي على طول او تطلع على طول هل في طريقة؟ طيب اوكي إيه لازم نطقها طقة قوية مرة بس الكورة لو تلاحظون في نص الهواء يو لا والله نازلة انا بعرف كيف اني ارسب الكورة بدون ما اروح المربع الاسود هذا عشان اضغط عليه اتوقع ان هذه مضبوطة مرة. يوف الاحمر يا ابوي <applause> بالنص بالنص كيف كيف قاعد تدار يا حبيبي والله العظيم جبتها صح كيف طريقة رسم الكور طيب طيب خلنا نروح على هذه نطلع لهذا الشيء اووه هذا يصفر وضحنا اهم شيء ان جبنا الكرة قبل شوي نطقنا زي كذا قبل شوي صح؟ بس هذه بتروح يسار مرة اوكي على اخضر اوكي اوكي ولا واحدة في النص قبل شوي كورتين من ثلاث بس خلاص جبتها اوه اسوء كورة هذه كومبليت ذا ميشن يو ار اللي ولفت ايوه راح يسار هذه أم القهر كنت شوف جنبها بالضبط يا ساتر والله يا اخي تصميم الماب يا ساتر انتم لاحظوا الارضية انها شفافة وشوفوا اللي تحت كنا هيكسد تعرفون الميستري اللي اسمه هيكسد اوه شوفوا فيديو هو لاحظ هنا بلياردو او اصبروا فريره هذه ولا ايش؟ اقسم بالله رهيب رهيب جدا طيب نحول على الماب الثاني بسم الله ندرب الحين على الاير دريبل حقت كرة السلة كيف؟ لازم اوكي اوكي لا انا ابغاها مضبوطة مرة ايوه هذه افضل واحدة تقريبا اوه اوكي لا 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 هجت هجت يا لا يا شيخ والله فكرتها رهيبة هذه هذه نحاول نخلصها بدون هل نقدر ولا لان الدربل فيها صعب جدا صعب نايس <applause> اوكي اوه والله بعيدة مره ذي والله بعيد مره لا جد 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 <applause> هذا الشيء اللي يبغى اتعلم عليه كيف امشي بالكوره شو كيف يا اني اتعدى الكوره يا الكوره تتعداني ما واحده منها يعني مستحيل ان تصير مع بعض اي طيب اوكي فكرت فكره اوكي فكرتي بقت الفشل كنت مفكر ان لو حولتها على بول كام هل اقدر اجيبها كلوز هذه افضل وحده عرفنا 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 صدقوني اجيبها الحين لا هذه وش الطقه ذي اوكي الحين اجيبها بسم الله لا كانت الفكره اني اطقها ما اطقها من فوق السياره مره اوكي هدت. اوكي والله الباب يا اخي احس انك لعيب وانت بنت لعيب مو بقاعد اخلصه ابدا مو بقاعد اخلصه اوكي صار مديني احول على الماب اوكي اوكي صار مديني احول على الليفل اللي, اللي بعده وانا قاعد اوه سام فوق بس حلوه 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 اوكي حلوين اه ازباك الكوره شوفوا أنا مشكلتي إني ضغط بوست بزيادة. فنحاول إن نوزن. هذا ماب إير دربل حقيقي. <applause> شوف كم عدد الدف بس اللي على اليسار. كم عدد الإعادات. أيوه أيوه. ممتازة أيوة ذي. حرام تروح الكورة حرام. حرام تروح الكورة. أيوه 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 أيوه. أيوة الله والله ممتازه مره هذه هذه وين اوه صعبه ذي اصبروا هذه كيف ارفعها لفوق اصبر وات هاك شلون هذه مستحيل مستحيل يا ابوي بالنسبه اوكي عرفت عرفت اوكي حاول ننطر فيها طيران امم هل تتوقعون لو شتناه على طول افضل بعد ما ما اتوقع انه يمدي والله ما اتوقع هذا مستحيل يا يعني عيال بالنسبة لي خلينا نشوف خمسة خلينا نشوف خمسة اوكي هذه لازم على فوق يا ساتر يا ساتر وزين السيارة يا عيال صعب جدا والله صعب إذا طرت خلاص السيارة تهج حرفيا تهج قاعد أقرب يا عيال بس ما ترتفع مرة والله ما ترتفع مرة ولازم اني اثبتها على مستوى واحد كيف يا الهي الصعوبه اعطي اخر محارة. جدا 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 تعب والله العظيم صعب فاتوقع اللي يتقنون الاير دربل لازم يجربون هذا الماب يشوفون هل هم صدق صدق يتقنون او لا فانا اشوف اني صفر من عشرة في هذا الماب حرفيا صفر من عشرة حتى مرحله اثنين سكبت لها فخلونا نشوف الماب الاخير اللي هو روكيت ليجو عفوا ليجو اللي هو تركيبه هذه المكعبات او شيء زي كذا شوف ماب كامل اوه ده تخيل الاير دربل يا ساتر ما اقدر امشي قاعدين تلاحظون كيف اللعب صعب اوه شوف كيف حقت البوست يا ساتر هل حقت جدار بعد فيها يا ساتر كيف سوى كذا صعب الباب شوفوا قاعد افحط ما يفحط شوفوا اوكي اوكي <applause> هذه يبغى لها يبغى لها تجربه يبغى لها تجربه فاذا تبون نجربها مع اي احد من الشباب اكتبونا تحت في الكومنتات عن هذا الماب يعني نلعب اثنين ضد اثنين مثلا او 1 في 1 ويكون في ذا الماب ليجو والله العظيم شيء رهيب ترى يكون تحدي صعب ان احد يجيب هدف اصلا مره صعب <تصفيق> <تصفيق> يا ساتر والله يمكن تجي اهداف جامده زي كذا والله شوف كيف سرت في ها نشبت اوورنج سكور ان شاء الله استمتعتوا في مقطع المقطع اليوم خفيف لطيف لكن في نفس الوقت قاعدين نجرب مابات لما احس لعبي جدا سيء بعد تجربه هذه المابات فلازم ان نتدرب اكثر واكثر يعطيكم العافيه المشاهده وان شاء الله استمتعتوا في المقطع نلعب هذا الماب حق اللجو مع الشباب تحت في كمتار. لا تنسوا توصلوا المقطع 15000 لايك والله تقدرون و... سهل عليكم فاشر مقطع في كل مكان عشان كذا نوصل مليون فقره وقت يعني والله ابغى المليون يا شباب ابغى المليون والله العظيم ابغى سنين يا شباب شغلتكم قناة الثانية حقت رياكشن انتهت في الوصف بإذن الله فيعطيكم العافية على المشاهدة ونراكم على خير في أمان الله السلام